إسحاق رابين رئيس الوزراء السابق يقول أنا لما أتفاوض مع الفلسطينيين يقول كأني قدامي مراية وقاعد أتفاوض مع نفسي. فبعض الفلسطينيين اللي من فتح سواء كانوا أو من حماس يتاجرون بالقضية الفلسطينية من 1948 هم يتاجرون فيه. يعني إذا كانت يروحون للدول العربية ادعموا القضية الفلسطينية وكذا، وإحنا وقبل الدول العربية ما عندهم إلا الشيكات والفلوس والجنط وهذه، إحنا راح ندعم القضية العربية وبعض التجار نفس الطريقة. لما مات عرفات ورثت سهى عرفات وبنته 8 مليار دولار وساكنين في فرنسا طبعا في الفنادق وفي القصور وغيرها. من مطالب حماس ان تفرج عن الأسرى في اسرائيل، لكن في يعني في فتح فيهم ناس يعني نظيفة، حماس كذلك فيهم ناس نظيفة، لكن فيه فيتو عباس يرفض رفضا قاطعا الإفراج عن عدد من قياديين فتح في السجون الإسرائيلية، على أبرزهم مصطفى البرغوثي. زين، هذا إذا قد اسمه مروان البرغوثي رفض كامل فيتو لإخراج مروان البرغوثي من السجن. ليش؟ يقولون إذا خرج، أو أعتقد مصطفى البرغوثي أو شيء أو مروان البرغوثي، إذا خرج من السجن يقول هذا راح يستلم القيادة في فتح، وإذا استلم القيادة في فتح الضفة الغربية راح تقوم على إسرائيل وتكون جبهة بعد نفس طريقة غزة ضد إسرائيل. فمن الحلول، شنو الحلول لها؟ قال نطلع السنوار، أكثر من واحد سنوار طبعا موجود بأنفاق وغيره، ونطلع الأسرى، بس في بعض القياديين يتم نفيهم إلى الجزائر. ولكن لا، إلى الآن في رفض من حماس على فالضفة الغربية أو ما يحكمها اللي في فتح بعد الحرب أو أثناء الحرب في غزة. ظهرت مظاهرات ضد إسرائيل، منو اللي قمع هذه المظاهرات؟ فتح، عندهم فرقة الشغب وهذا، قامت باعتقالات، قالت لا 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 تسوون مظاهرات ضد إسرائيل. بعد الاتفاق، اتفاق وادي عربة، فيه مستعمرات داخل الضفة الغربية، في مستعمرات إسرائيلية يعني داخل الضفة الغربية. طبعا هذا يعني انتهاك للاتفاقية، لكن بسكوت من حركة فتح. ففي هنالك تجار أزمات، حتى لما راحوا أكثر من دولة فتح حماس علشان يتصالحون كذا، هذه الدولة تقدم لهم ساعات وهدايا وكذا، بس فقط نبيكم يكون هذا الاتفاق ناجح، نبيكم تطلعون باتفاقية سلام. حتى لو أنهم يطلعون باتفاقية سلام، أعتقد قبل صارت في قطر طلعوا باتفاقية سلام ووقعوا وسلموا على بعض وكذا، بعدها بثلاثة أيام راحوا تحاربوا مرة ثانية.